عيون جل مغمرات يا حي مركب الذلايل هدايك واسمي مضاعف اجمل الناس للشعب بعد ارض الفوايد يدعون له من صادق احسان حكي من نظره بعايد المدح الاساس على اساس بالحرب. إذن على بركة الله وتوفيق يوحنا الكريم يهل المتابعة ونتواصل بمسار أشواطنا. بهذه اللحظات ينطلق الشوط الثالث بحفظ من الله وتوفيقه يحمل ويدش في الجعدان المحليات الأصيل لسن الثنايا. كل توفيق للجميع، ولكن دعوني أعود بالتهاني والناموس تابعا للإشعار الذي قدم عرض يشكر عليه بالإنجاز الجميل. تهانينا وناموس لمالك حبيبه هناك ابراهيم بن حمدان بن رضا الذي حمل هذا الانجاز لسن الثنايا المهجنات الاصايل. ننطلق بالشوط الاول الجعدان المحليات يسير منذ قليل. هذا الشوط يحمل الكثير من عنوان التحرك والانجاز. نتابع الصداره، نتعرف الى مبعد الى مقدمة الشوط يرافق ويتابعه. هو يحمل الرقم 9 حتى ذي لحظات احمد بن سعيد بن علقاه المزروعي، نقلة مباشرة الى واقد الذي قادم ولا وقاد الذي يتقدم بالمتابعة. اذا هناك من يحمل الرقم 3 بنقول الحذر عبد الله بن محمد بن مطر الذي يرافق المستوى الثاني والمركز الثالث. عوده الى المستوى الثالث، وصول ما شاء الله وتبارك الرحمن. العاصي الذي يتقدم يرافق عبد الله بن محمد بن مطر الرميثي. وصلنا الى مشكور على المستوى الرابع، عبد احمد بن عبد الله بن محمد يتقدم بمتابعته، ولكن بنعطيه ملكيته لمحمد بن احمد بن عبد الله الرميثي حيث انه قادم بكل الانجاز المتميز. نعود الى المستوى الخامس نحو هذه الاصاله المتميزه. وصلنا الى مشكور محمد بن درويش المزروعي على المستوى الخامس والمركز السادس. عوده الى هناك ما يتقدم مريع الذي قادم يرافق خليفه بن جمعه بن عتيد الرميثي، والمركز السادس من الجانب الاخر يحمل الرقم 10 هناك ناصح الذي قادم خليفه بن جمعه البن عتيق. هذا الاشعارين ما شاء الله يتقدم بانجازنا المعتاد، ولكن نتمنى التوفيق. وصلنا الى وين يا محمد الخضر، عدينا ملخص الست الاوائل ولكن يبدو لي صداره مع البدايه. العوده الى اشعار هناك ممثل سمحه الذي يطير بالشاهين الى المقدمه يرافق المستوى. شد الحيل يا بن علقاه، شد الحيل. المزروعي هو الاقرب للمسار الاول، يقود سكان البدايه مسيطر سيطره مبعد يا مبعد الذي يتقدم بإنجازه المعتاد. أحمد بن سعيد بن علقه المزروعي الذي يقود الصدارة الشاط متمكنا مع البداية حتى ذي اللحظة. إذن عودة جميلة إلى المستوى الثاني. وصلنا إلى المستوى الثاني، الأشعار عندك يا عبد الله بن محمد بن مطر الرميثي الذي يتقدم إلى المستوى الثاني والمركز الثالث. نفس الأشعار الذي يواصل بكل قوة، الحذر يأتي بكل الانطلاقات. عبد الله بن محمد بن مطر الرميثي وصلنا إلى المركز الرابع، يتقدم مشكور بمسار متميز محمد بن أحمد بن عبد الله الرميثي على المستوى الرابع. أما المركز الخامس نعود مباشرة بالمتابعة بقيادة خليفة بن جمعة بن عتيج الرميثي يتقدم بهذا الشعار المتميز. والمركز السادس نفس الإشعار، من يرافق هناك الحذر الذي قادم ولا من الجانب الآخر ناصح الذي قادم خليفة بن جمعة بن عتيج الرميثي. ست الاوائل عدينا، ولكن عندما نتذكر الاشعارات الذي واصله الكل واصل يا اخوان، الكل يتقدم من موقع الى موقع، ولكن المزروعي مصر الى البدايه. الرميثي قادم بقوه، الامور يبدو لي بالتحرك، بدينا بالعد التنازلي، بدينا بالاقلاع الاسماء. جاوز يا مجاوز وتابع اللي بتابعه. اذا العوده الى العالم
العاصي الذي غير موازين الشاط، الذي غير موازين المسار، يرافق ابو محمد بمتابعه متميزه، يرافق مرافقه جميله. شكرا يا ابو مسفر على المتابعه. اذا هناك بيتابعه الصداره عاصي مصر الى البدايه، عبد الله بن محمد بن مطر الذي يتولى زمام الامور، الوصول مع عن طريق مبعد احمد بن سعيد بن علقه المزروعي، المركز الثالث مشكور محمد بن احمد بن عبد الله الرميذي، المركز الرابع وين عندك يا مالك الحذر الذي يتقدم من موقع الى موقع، عبد الله بن محمد بن مطر الرميذي، والمركز السادس والخامس وصل هناك ابو خليفه الذي غاب الجمعه، يتقدم خليفه بن جمعه بن عتيج الرميذي على المستوى الخامس والمركز السادس. ناخذ حامل رقم 13 والم الذي يتقدم، مبارك بن محسن بن حمد الابريكي الذي يتقدم الى المستوى السادس باول نداء حتى ذي لحظات، ولكن روح به الى البدايه، اسير الى الصداره الثلاثيه من له الانتصار، جاوز يا مجاوز وروح يا اللي بتروح، الله يا مشكور الذي يتقدم. شكرا على هذا الاداء، شكرا على هذا الاسم، يتقدم هنا ابو احمد الى الصداره، يطير بخطا ثابت. عندما نتذكر أن عيد الذاكرة لهذا الشعار الذي قدم لنا الكثير، الكيلو المتر الأخير قادرنا يا أخوان، الكيلو بدينا وقادرة، روحنا بنا بدينا بالاتجاه إلى المقصورة الرئيسية الذي تستضيف هذه الأسماء، تستضيف هذه الشعارات. وعلى فكرة مشكور بدون يوامر، بدون يوامر، الجوكي محنت، الجوكي منساية، الله الله من يرافقه محمد بن احمد بن عبد الله الرميث. عطنا جوله، عطنا جوله، بناخذ يوم صورنا المركز الثاني، وصل هناك العاصي يتقدم عبد الله بن محمد بن مطر الرميثي، والبغيه الاسماء اشوف من على بعد الاسماء، اعذروني خلاص، خلوني مع الجماهير، مع المحبين، مع صداره الشوط. مشكور مشكور الذي مصر الى البدايه، مسيطر سيطره على ما يبدو لي بدون اوامر، 400 متر بدينا نغادرها، بدينا بالاتجاه الى هذا الخط المستقيم، الى هذا الخط الخطير، ولكن دير بالك العاصي اشوفه بدا يتحرك، الامور يبدو لي بالتحرك في الامتار الاخيره، في الامتار الحساسه. اذا سلام ابو احمد، سلام، مشكور يا محمد، يا ابن احمد، يا ابن عبد الله، يا الرميذي، اسعد الله صباحك بكل خير. على فكره اصغر مالك شاركنا بهذه الرياضة الذي اعتذر عليها بإنجازها المعتاد. مشكور يا محمد، أشوفه من خلال الشاشة، أشوفه هناك ظاهر من الشام من السيارة يتابع، مشكور بإنجازها المعتاد. سلام لأهل سمحة وتحية تهانينا لمحمد بن أحمد بن عبد الله الرميذي. شكرا على المتابعة، المركز الثاني بقيادة هناك إذا عبد الله بن محمد الرميذي المركز الثاني، والمركز الثالث بناخذ من خلال الشاشة، ولكن نترك المجال للجنة خط النهائي لهم دور بالشكر والتقدير. وصلنا إلى المركز الثالث حتى بناخذ التوقيت، إذا 7:58 تهانينا والناموس. المركز الثالث يصل بحمر رقم 13 مبارك بن محسن الابريكي على المستوى الثالث، والمركز الرابع تاني موصوله لمحمد بن درويش المزروعي المركز الخامس، تهانينا لاحمد بن علقاه المزروعي المركز السادس، يصل فيه كفو محمد بن علي بن جمعه الرميذي. كل التوفيق للجميع.